يتغير العالم من حولنا بشكل دائم ومستمر، وفي ظل قلة الموارد تعتمد حياتنا بشكل رئيسي على الاتجاهات العالمية، خاصة في مجال الطاقة. إن إلسويدي إلكتريك تدرك هذه الرؤية والحاجة إلى إدارة الطاقة بكفاءة واستمرارية. إن هدفنا الرئيسي هو تحقيق الريادة العالمية في مجال توفير الطاقة والخدمات لعملائنا محلياً وعالمياً. منذ عام 1938 احتلت إلسويدي إلكتريك الريادة في مجالات تقديم الحلول المتكاملة لإدارة الطاقة. إن النشاط المتكامل للمجموعة يوفر منتجات رائدة ومتخصصة في مجال الطاقة، بدءاً من المواد الخام مروراً إلى توليد الطاقة ونقلها، بالإضافة إلى النظم الحديثة في إدارة وقياس الطاقة. لقد استثمرت إلسويدي إلكتريك في التنمية البشرية لفريق عمل تعداده يزيد عن 14,000 موظف وعامل من خلال 25 مصنعاً ومنشأة إنتاجية عصرية، بالإضافة إلى خبرة المجموعة المكتسبة على مدار 34 عاماً قمنا من خلالها بالتصدير إلى 100 بلد في جميع أنحاء العالم. وهذا التواجد العالمي بالإضافة إلى تفهم احتياجات السوق يعكس استثماراتنا في الحلول الجديدة للطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الأبحاث والتطوير. وتتمثل القوة الصناعية للمجموعة في تنوع تخصصاتها في قطاع الطاقة، مما يتيح لها القدرة على المشاركة عالمياً في المشاريع العملاقة وتحقيق مشاركة حقيقية في مجالات التنمية المستدامة. إلسويدي إلكتريك لديها خبرات متنوعة في مجال التقنيات الهندسية واللوجستية والبناء والتشغيل في قطاع توليد الكهرباء، من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الطاقة والتي تطابق أعلى المعايير الصناعية والهندسية، مما يؤهلها إلى شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الرائدة في مجال الطاقة على مستوى العالم. إن عملية نقل وتوزيع الطاقة المتولدة هي من أهم الخبرات والتقنيات التي تتميز بها إلسويدي إلكتريك. إن نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من شأنه دفع عجلة البناء والتنمية في المجتمعات المحلية والعالمية، والذي تدعمه قدرة المجموعة على تقديم الحلول والخدمات المتنوعة والمبتكرة، كما تدعمه أيضاً قاعدة واسعة من الشبكات المعلوماتية وتطبيقات الاتصالات. واستناداً إلى قيم ومبادئ المجموعة، تستثمر إلسويدي إلكتريك في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة عن طريق سعيها المستمر في تطوير الحلول المتكاملة الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لتنمية متطلبات توليد الطاقة في المناطق النائية، مما يعزز خطط التنمية المجتمعية والتطوير والاستدامة. تتنوع قدرات وخبرات المجموعة في التعاقدات الهندسية بين المشروعات الصناعية للطاقة، والتي تتطلب أعمالاً مدنية متخصصة وتركيبات كهربائية وميكانيكية، والمشروعات التي تتصل بالبنية التحتية، إضافة إلى المرافق التجارية والسكنية والمتخصصة التي تساهم في تطوير المجتمعات والتي ستمكن الأجيال القادمة من التمتع بحياة أفضل. تقدم إلسويدي إلكتريك مجموعة متكاملة ومتخصصة من كابلات الجهد العالي والجهد الفائق، إضافة إلى الألياف الضوئية وكابلات الاستخدامات الخاصة، بينما يلبي قسم إنتاج المحولات أعلى المعايير الصناعية في مجال إنتاج المحولات، ويوفر التكامل الرأسي للمجموعة تنوعاً كبيراً في المنتجات الكهربائية المكملة والعازلات المصنوعة من المركبات البوليميرية والمعدات المقاومة للانفجارات والوصلات والروابط والفواصل. يمتد نشاط المجموعة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا ومجموعة دول الكومنولث وأوروبا وآسيا. لقد دعمت إلسويدي إلكتريك شركات الطاقة على مستوى العالم بالمنتجات وحلول البرمجيات والخدمات التي تساعدها على تطوير المستقبل. وتوفير نظم أكثر ذكاءً وكفاءة لإدارة الشبكات، مما يحقق رضاء العملاء والريادة. هذه الحلول المتكاملة للطاقة تحقق البيئة الصناعية المتجددة المطلوبة لتمكين الدول والاقتصاديات والمجتمعات المحلية من بناء البنية التحتية التي تعزز من حركة الصناعة والتجارة،
والتي توفر فرص عمل جديدة وتحافظ على البيئة. انطلاقاً من حرص المجموعة على التميز والتطور، وبفضل تواجدنا العالمي، أرست السويدي إلكتريك أساسات قوية للحوكمة والاستثمار في القدرات والموارد البشرية وتوفير الطاقة، وذلك لدفع وبناء وتنمية قيم مستدامة للبشرية. السويدي إلكتريك، من أجل حياة أفضل.